20 لقب والكرة خطيرة وغونزالو غونزالو غونزالو جول جولاتو 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 ديال مدريد ريال مدريد 1-0 غونزالو جوين لولا ضيعها الثاني ما يرحمش الغدار ينطلق في قلب الجدار ويضرب في كرة في قلب المرمى لتهز شباك برشلونة بأولى الكرات عن طريق غونزالو جوين 1-0 في الدقيقة 11 1-0 وسط ضربة كبر الدفاع مش معقول دفاعات برشلونة ماسكيرانو والنوم في العسل ينطلق الأرجنتيني غونزالو ويفتح بوابة التسجيل شوف الخطا القاتل شوف الخطا الفادح المرة هذه يضرب مليح المرة هذه حتى صحيح ومرة وملا جرينتا وملا تكنيك وملا كورة في الشباك 1-0 على تيتو بيلانوفا الواقع يتغير والواقع يتغير بكورة الأرجنتيني على أرجنتيني اسمه ماسكيرانو أرجنتيني خير صديق وخير رفيق لابن وطنه إيغواين ولكن في الكلاسيكو ما فماش رحمة ما فماش نفس الباسبور يا ماسكيرانو الجول الأول لمدريد تتغير الحسابات يرجع بالكورة مرة أخرى كورة لأوزيل الصراع قوي الله على الجرينتا ملا كورة وملا فنيات وانطلاقة المرتدات لحالو شالالو من حارس يقرب والكورة لرونالدو يسدد الهدف الثاني الهدف الثاني من المهور من المرعب من القناص من قاتل الحراس كريستيانو رونالدو جول 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 ريال مدريد الهدف الثاني الهدف الثاني وماذا يحدث في دفاعات بلغران ماذا يحدث في 18 دقيقة أي دفاع عن أي دفاع نتكلم وبأي طريقة نفسر مش مفقود كرة العمق الكروس لهم جيرارد بيكي بطيء جدا ماسكيرانو متأخر جدا والضربة والسدة والتسديد في مرمى فالدياز الهدف الثاني شوف كيف شلاله نحاله حتى قدامه الصاروخ بتاع مدايرة يسجل ثمان أهداف في الكلاسيكو وهدف جديد هو الثالث ليه في السوبر كوبا الهدف الثاني لمدريد وكريستيانو رونالدو يقول الكبرياء الأبيض يظهر في المواقيت الصعبة عند مواعيد الرجال هدفين لصفر للريال مدريد